قول آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. بص النهاردة جاي لكم فيديو كده حلو، فيديو ايه يا ام كريم؟ طيب هقول لكم فيديو ايه. بصوا احنا تحت بيتنا كده واحد بتاع سمين نيفا، يعني بتاع نيفا وكده، نعمل ايه النيفا او السمين دي؟ حلويات، يعني حلويات المذبح، يعني فشة كرشة طحال ممبار الكلام ده، ماشي؟ فاحنا بنجيب، يعني بنبيع غالي. السندوتش يعني رغيف فيه كان حته ب 25 جنيه، فيعني كتير وغالي، غالي جدا يعني. فالمهم انا قلت هعمل نيفه كده، اولادي عايزين ياكلوا نيفه، فقلت هعملها في البيت. يعني نيفه يعني سمين، يعني سمين يعني في ناس تعرف، يعني في ناس تعرف ان الحاجات فواكه المطبخ دي اللي هو الفشه طحال الكرشه الحاجات دي بيقول عليها ايه؟ نيفا. وفي ناس بتقول عليها سمين، يعني هنا كده عندنا في المنطقه بيقولوا عليه سمين. ايا كان سمين نيفا اي حاجه، المهم ان انا هعمله في البيت. عملت ايه؟ جبت الحاجات انا وصفتها وسلقتها اهي، سلقت الحاجات كلها انا اهي، وهعمل لها ايه كده؟ عندي كده مقص نظيف بتاع الخضره بتاع المحشي، بدل ما اقعد اقطع بالسكينه فاقص الحاجات دي كده بالمقص، ماشي؟ كل الحاجة اللي قدامي دي انا هقصها بالمقص، تمام؟ الحاجات دي مسلوقة، دي مستوية ومسلوقة، الحاجات دي مسلوقة، دي فشة اهي، سيا سخنة مولعة، كل ده انا هقص قطع كده بالمقص، احسن من السكينة واسرع وبيطلع لي يعني شكل القطع حلو يعني. بصوا هي سخنة مولعة، سخنة قوي. حطوا لايك، قولهم حطوا لايك، قولهم حطوا لايك. طبعا الملكة بتاعتنا مش هتاكل الحاجات دي، فهنمثلها ايه؟ لسان عصفور بتاكلها، قولهم حطوا لايك، قولهم قولهم حطوا لايك. اديهم بوسة. ايوه كده. حطوا لايك كتير. ايوه قولهم اشتركوا في القناة. فانتوا عليكم بقى ايه؟ تشتركوا في القناة وتشاهدوا الفيديو للآخر، و تحطوا لايك أهم حاجة، وتشاهدوا الإعلانات، أهم حاجة الإعلانات، ماشي؟ يلا هقطع أنا الحاجات دي كده بالمقص، هقصها بالمقص وأرجع لكم تاني. جبت الصينية عندي كده وهنزل بيها كده بشوية زيت. المفروض ان احنا نحط دهنة او سمين فهيبقى تقيل فمش هينفع، فخلينا نحط خلينا في الزيت احسن، اخف من الدهن والسمين والكلام ده. هسيب ده يتقدح وهرجع لكم نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا هنزل انا كده بفصين توم في الزيت زي ما انتم شايفين كده، اهرس فصين توم كده، فصين التوم دول بيدوا طعم وريحه للسمين ما اقولكوش. طبعا الراجل ما بيحطش الحاجات دي يعني، بس حاجات معموله في البيت، السمين ده معمول في البيت طبعا، نظافه بقى وحاجات المذبح دي انتوا عارفين يعني، الكرشه والفشه والحاجات دي بتحتاج نظافه وغسيل كتير، واضمن لما تجيبيه تعمليه في البيت اضمن من بره مليون مره. بصوا
يا دوب ادي فصين الثوم كده تشويحه زي ما انتم شايفين، وهنزل بالسمين بتاعي. السمين بتاعي اللي هو ايه؟ كرشه، كرشه، ممبار، حلويات، الحاجات دي كلها. كلنا طبعا عارفين الحاجات دي كلها. وهنزل بالحاجات دي كلها برضو بتوابلي بقى. ايه توابلك يا ام كريم؟ فلفل اسود، على كمون، على ملح، على بهارات. الحاجات دي بنحط لها بهارات لحمه. ماشي، هنوطي شويه النار كده عشان بيطير علينا. طيب وقف يا رنا، هشيل البهارات. بهارات، احط بهارات لحمه كده زي ما انتم شايفين، السبع بهارات اهي، وكمان شويه فلفل اسود. اقول شويه فلفل اسود كده، ابرش عليها فلفل اسود مبروش كده اهو، بيخلي طعمها تحفه. وحطيت كمون طبعا، وهحط ملحي، وحطيت كده توابلي كلها اللي هي بهارات لحمه وكمون وفلفل اسود اهو. بس كده، وهفضل بقى اشوح فيها كده زي الراجل في المصلح ما بيشوح. ماشي، حطيت الملح، هات الملح يا بني. هنزل بالملح بتاعي اهو، مش كتير عشان ما تحدقش، عشان التوابل فيها ملح. وافضل اقلب كده زي الراجل في المصمط، الراجل بتاع السمين بيفضل يقلب كده بقى. ومش هتجيبيها من عند الراجل، مش هتبقى جميله ولا طعمها حلو زي ما بتعملها في البيت، ولا نظيفه. هفضل انا اشوح في الحاجات دي لحد ما تتحمر، واطلع بقى كده ابيع لهم الرغيف ب 10 جنيه بس. تعالى انا ابيع بس الرغيف من الكميه اللي انتوا شايفينها دول ديت ب 10 15 جنيه، هلم لي مبلغ وقدره. بفكر افتح محل مصمت، ايه رايكم؟ لما البليه تلعب معايا، ماشي، وابقى قناعه كبيره جدا كده ما شاء الله، يعني عليها ان شاء الله، نفتح محل مصمت، نعمل مشروع مصمت الحاجات دي، ايه رايكم؟ دي وانا نفسي حلو بقى فيها، الناس هتحبني بقى، ونيجي اكل من عند ام كريم بقى، ايه رايكم؟ نفتح محل مصمت ان شاء الله. حاجات بتكسب قوي على فكره، يعني كمشروع بتكسب جدا. بس اي نعم بيبقى مكلف، واحد بيتكلف، الواحد بيكلف الحاجه بس بيلاقي فيها مكسب. يعني ربنا قال اسعى يا عبد ونسعى معاك، ربنا يكرمني كده. يعني انا حلم حياتي ان انا افتح مصمت يا جدعان. افتح مطعم، نقول مطعم حتى ان شاء الله، حتى مطعم كشري نسميه كشري ام كريم، كشري التحرير بتاع ام كريم. اشمعنى التحرير؟ ما اشهر كشري في مصر عندنا ده كشري كشري التحرير، ولا كشري ابو طارق؟ احنا بقى هنعمل كشري ام كريم، ولا مصمت ام كريم، ايه رايكم؟ طيب يا حبايب قلبي، انا هفضل اقلب كده في الحاجات الحلوه اللي قدامنا دي، اللي شكلها يشهي كده. كان نفسي اديكم الواحد سندوتش منها، الحاجات دي حلوه جميله جدا اقسم بالله. بس يعني معلش للاسف، يعني انتم مش موجودين معانا عشان تاكلوا معانا منها. يلا هشوح انا الحاجات دي كلها كده لحد ما تتحمر وارجع لكم. قالت لي ناكل وعلى الحساب.
قلت لها طيب ماشي. المهم